وتوقع الهيئة القومية للأنفاق توقع الهيئة القومية للأنفاق المصرية اليوم الأربعاء العقد النهائي مع شركة أفك الصينية لتنفيذ وتمويل مشروع القطار المكهرب السلام العاشر من رمضان بطول 170 كيلومتر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج خلال زيارته للقاهرة. بيمول بنك كمان يعني احدى البنوك في الصين المشروع بتكلفه 1.5 مليار دولار بيقدمها البنك الصيني في صوره قرض ميسر بيغطى تكلفه تحويل المرافق والانشاءات والاعمال الميكانيكيه وكمان الاشارات الكهربائيه ومش بس كده كمان لا كمان اعمال السكه الحديد و20 قطار جديد هتعمل خلال هذا المشروع بعد تشغيله ان شاء الله. ويعني مبروك على مصر طبعا ومبروك علينا كلنا.